السلام عليكم لكل متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية. اليوم احنا كنتواجدوا في المنزل ديال ضحية المحامي خديجة. السلام عليكم خديجة، كيف راك؟ السلام عليكم، تنشكر أخبار الفجر ياك، كنشكركم. أنا السيدة اللي معروفة خديجة بضحية المحامي. خديجة، بغيناك تعاودي لنا القصة ديالك، كيفاش بغيتك تعاودي لي من الأول، كيفاش لقيتي مع الزوج ديالك؟ وكيفاش اكتشفتي أنه ماشي الزوج ديالك؟ واش بعد الحمالة أو لا قبل؟ حيت داكشي طويل بزاف، خصنا نختصرو، داكشي راه طويل بزاف. كيفاش تلاقيت به؟ أنا كنت مزوجة بواحد جوندارم، لجودان الجدرمية، ووالدة معاه وليد. هذاك لجودان الجدرمية كانت في عليا شيكات، هو الزوج ديالي بين ولدي. جيت انا دفع الطلاق، وكندوز عند السيد قاضي التحقيق على الشيكات اللي دفع ليا هو من طبيعه الحال. هذاك الشيكات ذاك الوقت اللي كنت متابعه فيهم انا باصدار الشيك بدون مؤونه، وهو متابعه السيد وكيل الملك بالسرقه والتزوير، حيت تزورات لي السنيه ديالي. انا كنت دايره محامون من هنا من قنيطره، وهو كان هذيك الساعه جا في 2013، هذاك العام اللي كانت ماتت فيه ماما الله يرحمها، هو كان جا تيتمرن هنا، تيدير متمرين هنا في قنيطره. تلاقيت به هنا في هذيك الفتره، الطريقه كيفاش كان كيتبعني وكيفاش كان كيهضر معايا، راه درت تفريغ عند السيد عند مفوض قضائي باش حطيته في المحكمه، حتى هو اللي وريه لكم. تيشوفني مع المحامون، بقى تيقلب، لقى التصويره ديالي في الفيسبوك، دخل عندي في عند هذاك المحامي اللي تينوب عليا، دخل قلب في الامي ديالو، يعني هذه الهضره ديالو هو اللي قالها ليا. قال لي شفت التصويره ديالك عليها، قال لي بصيفط لك، كطلب مني الصدقة. تنقول صيفط لي السلام السلام، قلت له شكون معايا؟ قال لي انا معك فلان هادي، صافا بخير. كت الهضره ديالو كلها مقيده، يعني بين لك الاعجاب ديالو عن طريق في الفيسبوك. قلت له شكون؟ قال لي انا تنكون في المحكمه. وبقى تيقول لي انت كتكوني في المحكمه، شنو كتكوني لابسه، شنو تيكون معك فلان، تيكون معك فلان، يعني قال لي شي حوايج صحيح عرفتو كيعرفني. المهم قال لي المهم المهم الى اخره، قال لي المهم الا بغيتيها هي نمرتي، خلى لي النمره ديالو، راه باقي كلشي سكرينيتو هكا في الصفحه ديالو حطيتو، خلى لي النمره، ما هضرش معاه وما عيطتلوش. دازت مده، تركت خدمه، انا كنت جالسه لحد خرجت ولدي لواحد هذه فلافيل، جلسنا كناكلو انا وولدي، حتى جا جلس حدايا، نتابعك تابعني، حتى جا جلس حدايا حتى جا جلس حدايا. وحتى المحامون راه كانوا منبهين في هذه القضيه، كلشي قالها، قال لك كان كيتبعها، راه كلشي المحامون كان عارفنا القضيه. تجا جلس حدايا بحال هكا، قال لي كان سميتو ما بغيتيش تعيطي، وكليت كنعيطك ما كتجاوبيش في ماسنجر، ودافعه كبير وهادي. بقينا كنهضروا انا وياه، بقينا كنهضروا، بقى كيعاود ليا انا بلا منين جاي، انا منين جاي، قلت له انا منين، بقينا كنهضروا. قلت له انا حاليا ما مستعده لشي علاقه، وما كنبغي نهضر حتى مع شي واحد، عندي مشاكل مع الزوج ديالي. هذيك الساعه كنت مازال ما طلقت. يعني هذا السيد هذا فاش تبعك انت مازال انت ما مطلقاش، باقي على ديما الراجل ديالك؟ لا مازال كنت كنطلق. قلت له حاليا انا ما مستعده لشي علاقه. يعني هذا المحامي كان عارفك باقا انت على ديما الراجل ديالك؟ عارفني، كان عارفني. وبقيت انا وياه على علاقه مده ديال عام، وانا وياه اصدقاء كنتمشاو. كتمشي وانت باقا مع الراجل ديالك؟ ما كانت ماشي صادقه، ماشي علاقه. يعني انا خليني نكمل لك. عام وانا كنتمشى انا وياه، ماشي كنتمشى وانا حيت خدامه، كنجلس بحال هكا بالحاد. كان عاود ليا ظروف صعيبه، كنبقى فيا تعاطفت معاه. كانت واحد الحاله كيعيشها ولا يكذب جبد له راه حوايجو باقي اللي كان كيلبس وداك الشيء. اللي انا كنت مستقله بوحدي ملي سميتو عليه ماما الله يرحمها ماتت، وداك الشيء وانا كنطلق صافي، كريت بوحدي، اعتمدت على راسي، كنخدم، كندير الخياطه، كنربي دراري صغار، ربيت ولاد مسؤولين هنا في قنيطره معروفين، وكندير الخياطه، كنديباني في الخياطه، وكان فاش ما لقيت كنخدم، معتمده على راسي، كنتراهن داري، كنت بخير عليا الحمد لله صراحه. بقيت كنتمشى وياه، تيقول لي شوفي خديجه كتعجبيني، كتبغيك. انا كنبغيك، تنقول له شوف انا ما مستعدهش لشي علاقه حاليا، ومعدي بهذيك الهضره ديال الحب وداك الشيء راه ما كايناش. تنقول له انا السيد راه راجلي ووالده معاه، وها شنو دار لي دفع لي الشيكات؟ تيقول لي لا هذاك ماشي راجل، وهادي وخصك انت راجل، وانا كنبغيك، وانا هادي. المهم بقى عليا كيلح. صافي فاش طلقت بقيت انا وياه، المهم فين عاد تكون هذاك العلاقه اللي بيني وبينه انا، حتى درت هذيك عامه، هذيك 6 شهور نص عام اللي دوزت معاه كانت علاقة حب.
اللي وليتي كتبغيها خديجه ولا بيناتنا علاقه حب؟ اه جلسة هاد الهضره انا تنقولها انا انسان سيد كراسو حسن النهار اللي قال لي تشي تحيدي دير اجهاض. خديجه كونتي علاقه حب انت وياه امتى جا الزواج؟ خديت العده ديالي شديت كملت العده ديالي شهر. اه تزوجت انا وياه مباشره من مور العده 2016 تزوجنا تزوجت انا وياه. فين تزوجتو خديجه؟ كان لاصقني هو على الزواج قلت له انا ما نقدرش نتزوج حيت بيني وبين الاب ديال ولدي النزاع ديال الشيكات بغي ينتقم مني حيد لي الولد. هذه الموضوع اللي كنت خايفه منه. الموضوع الثاني علاش بين ولدي باش يعرفها مرات عمي انا كتجي من عندهم المهم من البلاد عندهم وداك الشيء يعني عايز معها راه تزوج بقى كيلاه عليا وانا هذيك الحاله هو كيعرف كل شيء عليا عارف نقطه الضعف ديالي كاملين عارف انا عندي ميل في طبي اللي ما يمكنليش نولد حيت ملي ولدت ولدي ولا عندي كيس مبيض اللي ما يمكنليش نولد وعندي ميل في طبي راه هو اللي كملوا ليا هو اللي كان كيعطيني الدواء بخط يدو راه كيف قلت لهم لا ما كانش خط يدو رجموني هذا المهم اه هو اللي كان كيكسب ليا بخط يدو حيت انا ما قارياش هو اللي كان كيكسب ليا ها امتى جاتك الدوره الشهريه ها امتى تاخذي هاد الدواء اللي كنشرب شنو هو يعني متبع معاك الحاله ديال حاله المراه بصفه عامه وملي وصلت للمرحله اللي جات الطبيب قال لي صافي راه ما عندكش العلاج خاصك تفتحي الدواء راه ما كاينش خاصك دابا تفتحي حيت عام وانا متبعه مع الطبيب هو متبع معاك هاد الحاله ديالك يعني كنتو مزوجين تزوجتو اه هادشي فاش تزوجنا هو يعني استغل هذاك المرض ديالي واستغل هذاك ملي ماما ماتت الوالد ديالي تزوج انا ما بغيتوش تزوج يعني قالت السيده مفروقه مع عائلتها السيده ما كتولدش السيده خايفه على الراجل ما يعرفهاش تزوجات انا هنستغلها السيده الولاده راه ما تولدش معها تحملش هنستغلها من اي حاجه هذه هي القرايه ديالو ولكن كيفاش درتي تتزوجتي انت وياه فين ضربتوا العقد جاب لي العدله للدار جبتو للدار ديالو لا هو جاب لي العدله للدار قال لي شوفي حتى واحد ما يعرفك تزوجتي اعطيني غير ناخذ نسخه تنفيذ نجيب لك غير نسخه تنفيذيه ديالك ديال الطلاق وفعلا هو اللي حاز نسخه تنفيذيه هو اللي جا خداها هو اللي حاز منين ضربتي العقد انت وياه جو هاد العدلانه عفوا ما كانوا معاك شهود ما كان ما يمكنش ضروري خاص يكون معاكم الشهود لا ما كاينش شهود عينك اللي تقول لك كاين الشهود انا الزوج ديالي وبين ولدي درت انا وياه العقد ما كاينش شهود ها هو نحطوا لكم العقد وقراوه ما كاينش شهود هاد العدلان كتعرفيهم انت فايته شايفاهم لا عمري ما شفتهم مشيت ملي وقع اللي وقع فاش بلغت على الخيانه الزوجيه مشيت تنقلب على العدلان ما كاينينش وداك الكاغي ديال الزواج واش عندك فيدك داه هو راه كلشي ما عندك والو انت هو ملي حماليت هو ضرب ضربته هز العقد هز لي الفلوس هز لي الوراق ديال ولدي هز لي كلشي من مور الزواج شحال بقيتي انت وياه باش حملتي انت وياه بقيت انا وياه ربع سنين ربع سنين عاد حملتي ربع سنين وحنا معاشرين انا وياه وهاد ربع سنين سكننا في ربع الديور وهاد ربع سنين ما تيخلي معايا حتى شي بلاصه كتمشي انت وياه لاي بلاصه انا كنمشي لدارنا هو كيتبعني يعني راه نسابو هادوك تيمشي هو خوتي بعد مره نمشي انا وياه بعد مره يتبعني هو خويا نمشي الموتات كيجي العراس ديال خوتي كيحضر امراه راجلي راه الناس ديال القبيله شهدوا بهذا الشيء اللي عندنا في العروبيه شهدوا بهذا الشيء راجلها كيجي معاها تيجي عندنا القبيله الناس ديال القبيله قال لك راه ضحك علينا ما ضحكش عليك راه ضحك علينا حنا ربع سنين خديجه حملتي ربع سنين كنشرب دواء راه عندي اللي هو غريب كنشرب دواء منع الحمل وعندي كيس في المابيط 8 سنتيم على 5 سنتيم بالقدره الالهيه حمالي ربي بغى يفرشو ربي عطاني واحد العلامه قال لي شوف هذا الانسان هذا الشرير هذا الخبيث اللي عايشه معاه خلص عليه 3 المليون ديال الحجز ديال دارهم في وزان 3 المليون اللي خلصت عليه ملي سال الاشتراك المهنه خلصت عليه 7000 درهم دخلت لهم الضو في دارهم خليت لهم عافيه يتحرقوا به واحد بواحد السيد كينكر السيد راه بقى بلا ما نقول لك شحال ديال الحوايج ديالو يقول ماشي دياولي عرضهم على الخبره راه باقي بالعرق ديالو هو صبابطو باقن شيتات السنان ديالو باقا لونطيط ديالو باقين ملفات ديال الناس باقين بدله المحامون باقا عندي التوني اللي فيها النمره ديالو باقا اي حاجه ديالو باقا خديجه من حملتي كيفاش كان رد الفعل ديالو بعدا ملي كنت انا مرضت وقال لي يلا نمشي للطبيب مشيت للطبيب مشيت اه بعدا
ملي كنت متبعه مع داك الطبيب قال لي تفتحي، اللي وصلنا للعمل الفتره ديال الافتتاح بقى كيبكي كيمثل، قال لي ما تفتحيش انا خايف عليك. هو قال لا فتحات عتولد، بقى كيبكي عليا وكيمثل عليا. قال لي نبدلو الطبيب، الطبيب اللي هو معروف راه دابا نوريك شكون اللي عطاني الافتتاح صافي. قال لي بدلو، بدلنا الطبيب فعلا. مشيت عند واحد الطبيب وكان كيمشي معايا وكانت الكاميرا راهم كاينين. نبدلنا الطبيب، مشينا عند طبيب اخر، عطاني الطبيب الدواء ديال منع الحمل باش يتقادوا لي الهرمونات، ورغم ذلك حماليت. سبحان الله. ملي حماليت مرض انايا قال لي يلا نمشيو للطبيب، مشيت للطبيب انا وياه عنده نيس، وبدا هو كيهضر مع الطبيب قال له راه ولات معصبه وكتبقى تبوع وواحد قال له الطبيب لا راه داك الدواء اللي كتشرب راه كيدير هاد الحالات. من الطبيب قال لي دخلي، دخل الطبيب كي يلا دار لي التلفازه عيط له، قال لي جي جي استاذ، بقى كيضحك قال له شنو، وقف عليا بحال هكا على هادي قال له راه حامله. سبحان الله. تنشوف عينيه بداو كيتلونوا، بدا السيد انا الطبيعه ديالو ما بقاش تما تبدل، وتيقول له تيركز تيقول له شحال عندها، قال له راه عندها شي شهرين ونص دابا. وقال لي ما عرفتيش انت راسك حامله؟ واش انا كنشرب الدواء ديال منع الحمل باش نعرف راسي حامله؟ اصلا لي غيغن اصلا كانت ديك الايام دائما داك الدواء بحال اللي كيتربقه، مره كتجيني مره ما كتجينيش، مره كتجيني مره ما فهمتي هذاك الدواء اللي كنشرب ورا الكيس ما بيض راه صعيب. السيد ملي تزوجت انا وياه حيت له الكارو، مابقاش كيكمشي على الكارو، رجعتيه ولا يكمل الكارو، ولا يكمل الكارو، تيكمي الكارو ورا الكارو. مالك؟ قال لي شي مشاكل في الدار. شنو كاين؟ قال لي واحد الكلبه ديال اختي هذه تيعرف اختو دارت لنا المشاكل، دارت لنا هذه دارت لنا هذه. المهم كاهدا صافي، مشينا تقدينا شي حاجه كان العيد. قال لي انا غادي نمشي للدار وهادي وهادي ونهضر معاهم ونفك هذا المشكل، عاد نجي وخسي الاخرى راه مريضه راه مشات لتطوان هادي. قلت له صافي ماشي مشكل. هو يجلس قال لي بغيت نهضر معاك. قلت له شنو؟ قال لي واش ولدك ما تقدريش دير باه؟ قلت له علاش ملي تجوجت بيا ما عرفتيش عندي ولد؟ قال لي لا انا هادي انا ما دابا دارنا والسبوع وغيبغيو يجيو في السبوع. هو كاين شي شدني بني يقلب على الصداع. قلت له شوف داركم عارفني انا عندي الولد، وقلتيها لهم وقلتي ما بغاوش، قلتي لي انا ما كيهموني لا دارنا لا شي واحد، ندير يدي في يدك ونتزوجوا، انا غامرت معاك وتزوجت انا وياك، انا ما كيهمني حتى شي واحد. عتقول لي ولدي، ولدي انا مستعده نتزوج عليه 100 راجل، ولدي راه ما عمري ما نعطيه با، عمر ولدي ما نفرط فيه. ولدي قال لي دابا واش سيف حسن مني؟ قلت له سيف حسن منك وحسن من 1000 واحد منك. قلت له داك راه ولدي، هاد تقول لي واش تقرات تسال قرنك انت بولدي؟ ولدي احسن منك ب 1000 مره. صافي المهم ناض بقينا تنتناقرو انا وياه، مشى قال لي ولا رجع قال لي شوفي هذاك الشيء فكرتك خصك تحيديه. صافي دخل معاك للصح، دخل معاه قال لي نجيك نيشان. قلت له علاش تقول لي حيديه؟ واش انت كتجري وانت اللي باغيني الولد وليتي تقول لي حيديه؟ شنو هذا راه الحماق، راه الحماق هذا بحينه، علاش تقول لي حيدي؟ لا تحيديه صافي، غتختاري جوج الحوايج، يا داك الشيء اللي في كرشك يا سيف، يا تحيدي الجنين اللي في الكرشك يا تشدي الولد تعطيه لبوه. اه شنو كان رد فيه؟ قلت له هذا اللي في كرشي انا قاده به وولدي انا قاده به، ما بغيتش تخليه على الولد. قلت له ولدي راه ما غنتخليش عليه، قلت له دوك الجوج اللي جوجونا يطلقونا احنا دخلنا للصح. قال لي لا حبيبه وانا ما غنسخاش بيك وانا هادي وانا هادي وانا هادي. شويه ولا تيقول لي شوفي هانتي نحيدوه، ومن بعد عاد نولدو دابا ملي انت بغيتي تولي تولدي عاد تنقادو المشاكل مع الدار ديالنا، حيت الدار ديالنا ما بغاوش وداك الشيء يعني نبقاو عاديين. وديك الساعه تولدي قلت له واش انا دابا ندير الاجهاض؟ قال لي لا دير الاجهاض. بقيت قلت له صافي ان شاء الله واخا دابا ندير الاجهاض، وعندي المكالمه ديالو مسجله.